لحد ما الطريق بقى جابني بقى ان انا فضلت في نادي الاهلي من 9 سنين لحد 20 سنه لحد ما احترفت. بس المشوار بقى كان طويل بقى، بتقابل فيه صعوبات كتير، بتقابل مدربين بيظلموك كتير جدا، بتقابل حاجات كتير في حياتك صعبه، سفر لوحدك، عندك 10 سنين عايش لوحدك في مصر في القاهره. انا من كفر الشيخ عايش في القاهره لوحدي، اهلي بيحاولوا يوفروا لي كل المناخ ان انا انجح. العيله اهي قدامنا على الصوره. طبعا ربنا يخليهم لك يا رب. هم الناس دي والله اللي انا وصلت له ده بفضلهم. فطبعا المشوار طويل، بتقابل بقى محطات في حياتك، بس انا محطتي ان انا ما لعبتش كتير وانا صغير، كانت طويله شويه يعني، في واحد بيقعد سنه. معلش ممكن تحكي لنا تريزيجيه، لان الحاجات دي مهمه جدا 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 للشباب اللي بيتفرج عليك، لانه دلوقتي ايه لما واحد منهم من الشباب اللي موجود يشوف ان هو بقى في قدامه عائق، مثلا ان هو مشي من الاهلي او من الزمالك او من الاسماعيلي او من الاتحاد، يلاقي نفسه يقول لك انا بطل كره ويتجه اتجاهات تانية احنا مش عايزينها. البلد نفسها دلوقتي رايحه في اتجاهات تانية خالص جميله جدا يعني. لا بالظبط كابتن اسلام، انا الصعوبات اللي قابلتها كانت صعبه شويه، عشان انا فرقتي اتلغت اصلا من النادي وطلعت فريق اكبر مني. سنه كام؟ مواليد 94. كانت اتلغت من النادي، كانت اتلغت من النادي خلاص، خدوا 3 لعيبه، حتى كان في جيلي كهربا مشي راح انبي. انا قعدت في النادي، وكان اللعيبه اللي معايا كان كلهم جسمهم كبير عني. كنت انا لسه جسمي صغير، كنت لسه يعني ما قعدت 3 سنين ونص بالظبط ما بلعبش خالص يعني، كنت بتمرن بس. بتمرن بس بمعنى الكلمه، اللي هو حتى في ثلاث سنين يعني انا في موقف عمري ما هنساه في حياتي. مدرب، انا مش عايز اذكر اسمه، عشان انا لو قلت اللي حصل حاجه تزعل. انا المنتخب بتاعي بتاع 94 كانوا جايين يلعبوا الفريق بتاعي اللي انا متصعد فيه، اللي هو الاهلي 93، اللي هم الاكبر مني. فالمنتخب جاي يلعب الفريق بتاعي، فالمفروض يديني فرصه ان انا اروح المنتخب العب قدامهم عشان مدرب المنتخب ياخدني. انا المدرب نزل لعيبه اختبارات تشوفها وما نزلتش، وانا فضلت قاعد بره، قعدت اعيط في الملعب. ما عادش مصدق، لحد ما اخويا قال لي خلاص كفايه كده، احنا هنسافر خلاص. ازاي ومش ازاي؟ واحد جه شافني من الناس في الخليج وكده، جه اتفرج قال انا عايز الشاب الصغير ده. هو ده اللي انا عايز واخده جنسه. هو ده اللي بندور عليه. الناس عايز ياخده يجنسه. الناس تقول له يرضيك ده انا ما بيلعبش اصلا، احنا جايينك تتفرج على الناس اللي بتلعب. لا انا ده اللي انا عايزه. سبحان الله. حضرت ورقي وكل حاجه، واخويا حضر جوازه وكل خلاص، كل حاجه خلصت. سافرين بلد عربي قطر. كنت رايح هتجنس في قطر، كنت هتجنس خلاص. لحد ما كابتن علي ماهر جه شاف التقرير، قال انا عايز اشوف اللعيب اللي هم قاعدين بيقولوا عليه ملوش لازمه يعني، مكتوب عليا ملوش لازمه في النادي، لازم يمشي. فجاء شافني يعني، انا كان تاريخي في الناشئين كله 6 ماتشات. يا عم لعبتش ناشئين اصلا يعني. الزمالك وانبي ومقاولين والفرقه دي ما لعبتهمش في الناشئين اصلا، انا لعبتهم فريق اول بس. وطلعت بقى مع طحله الكوره بجد يعني، كان ناس بقى الجيل بقى اللي خد كل البطولات. كابتن علي ماهر شافك ساعتها. كابتن علي ماهر شافني وطلعني فريق اول في مكان غير مكاني يعني، انا اصلا كنت بلعب رقم 10 يعني. معلش لحظه واحده، هو كابتن علي ماهر شافك خدك من اللي انت كنت رايح تتجنس، طلعك على الفريق الاول على طول؟ لا هو خدني قال انا عايز اشوف كله، مش همشي حد انا بالتقارير، انا عايز اشوف اللعيبه ديت كلها قدامي. اوكي. فجاء شافني قال لهم مين ده؟ قالوا له ده ماشي خلاص. قال لهم لا مش انتوا بتقولوا مين ماشي. قعدت فتره اعداد معاه، هو قال لي امضي عقد. بقول له يا كابتن ده انا مسافر، انا جيت عشان خاطرك، انا مسافر خلاص. انا محضر ورقي ووريته الورق وكل حاجه. قال لي ما انتش طالع من الاوضه غير اما تمضي. سبحانك يا رب. قلت له خلاص، بكلم اخويا بقول له دلوقتي السفر، قال لي امضي في نادي الاهلي. انت هتفكر؟ بقول له احمد الكبير. بقول له انا ما كنتش، الناس دي بتعاملني وحش وانا مش عارف، وانا مش عارف مستقبلي عامل ازاي. فسيبنا سافر. قال لي لا انت هتمضي في النادي وهتلعب فريق اول. مضيت فئه ثالثه. كنت كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي بالظبط 16 سنه. ياه 16 سنه ونص كنت فريق اول.